النشاط سنة أولى هنا بيقول الجدول فيه الحرف منفصل والحرف متصل. في كذا خانة في الجدول. أول حاجة هنا عندي حرف الفاء منفصل ولا متصل؟ متصل. متصل يعني ماسك ماسك في حاجة. تعالي يا إيه المنفصل، قصدي هنا حرف متصل، أعرف أكتبه هنا منفصل؟ يلا اكتبه. برافو. حرف النون هنا عندي منفصل ولا متصل؟ منفصل. منفصل يعني واقف؟ لا واخده. يلا يا حبيبي اكتبي حرف النون منفصل. تمام. محمد شريف حرف ايه ده؟ لا. لا منفصل ولا متصل؟ متصل. نكتبه منفصل. هكتبها متصلة. بعدين النشاط اللي بعد كده بيقول حلل. حلل الكلمة، عندي كلمة واحدة مترابطة، هعمل ايه فيها يا سنة أولى؟ كل حرف بينزل لوحده. يلا يا علي بسرعة تهجى الكلمة. لبن تبقى كلمة لبن. يلا حلل. تعالي يلا يا عبد الله. تعالي تهجى الكلمة الثانية. كلمة ايوه ملح. الكلمة الثانية هي كلمة ملح، هكتبها هحللها كل حرف منفصل بمفرده. الكلمة الثالثة هي كلمة تهجى حبل. حبل. Yeah.